ثم إلى الغنى، ذكر العلماء بأنه ينبت النفاق في القلب. ومن معاني ومن الناس من يشتري له الحديث معانيه استماع الغنى الطرب، ويكفي أنه اسمه نوع من الطرب، أن اسمه نوع من الطرب، فإن الطرب الخفة، والإنسان كلما كان خفيفا الرأي والتفكير والعقل كلما كان عرضة لأن يصرفه كل صارف. نعم.